هو يوم بيمشي بالكلام اللي بسمعه في التلفزيون دايما، الاقراءات الاحترازيه، فلازم البي هذه الاقراءات الاحترازيه. تمام. البس الكمامه. يعني بتحب تطبق القوانين. لازم. ليه؟ لان ده شيء بيقولولنا عليه وبيحذرونا منه. اكيد. فلازم اعمله. فالبس الكمامه وانا ماشي. طب انت خايف، يعني انت دلوقتي بتعمل الاجراءات الاحترازيه بتاعتك، بس هل انت بتبقى خايف على نفسك ولا خايف على الناس اللي حواليك، ولا انت خايف من الناس اللي حواليك، ولا انت بتسلمها لله؟ مسلمينها لله طبعا. اه. بس. تمام. زي ما بخاف على نفسي. تخاف على الاخرين. غيرك. وانا لما بخاف على نفسي. صح. يبقى بخاف على الاخرين. صح صح يا فنان. يبقى يعني بدل الاخرين.